جو راديو أول راديو ديجيتال في الجزائر. تابعونا على الابليكاسيون ديالنا جو راديو وعلى الموقع الإلكتروني www.jo.radio. يبو بديناك بالنعم، وش ما يعني لك النعم؟ نعم شيخ، شيخ الشيوخ تاعنا هو مدينة سيدي بلعباس، و سويفان تاعه الشيخ وبلعباس. بلعباس مش شكل شو تبغي قبلي بلعباس اللي زارت بلعباس. عندنا الشيخ ياسين، عندنا الشيخ النعام، عندنا الشيخ الزرقي، عندنا محمد العباسي، لي زونسيان، لي زونسيان تسمى لي زيكول تاع بلعباس. بيان علمنا من عندهم هذوك اللي كانوا خلالكم، خلاو لكم المدرسة كي نقول لهم حنايا مدرسة. فوالا وش نقولوا زعما، انا شفت نسمع عبابيسة عندهم واحد سون سبيسيال، مي انت ما خرجش كيما هما. عبابيسة عندهم واحد سون شغل، اعطيني حاجة بلعب، اعطيني ياسين عباسي، اعطيني حبس هكايا وتسمع. تسمع انا نعرف بكري كي تسمع تعرف بلي بلعباس مي تيبو ما خدمش هذاك لو ستيل دي باسكو بازي بزاف على لا جيتار. لا لا كتسمع جيتار بلا ما يهضر معاك، بلا ما تسمع تعرف بلي عباس يحي يقلع ياك، ترلك في الودن، تعطيك في الودن، تلقى تكون لك في الودن، تحلك لك في الودن هكا. ايش قلت تطبيق تقول هذه هذا باين بلي بلا ما يهضر تقول هذه بلعباس. ما عرفت ما فيها؟ كنت تلعبها؟ ما كنت تلعبها؟ اشبيقوا بلي اللي عبابيس عندهم لومبيرات من بكري. اسمع الاغنيه هذه ما تعاودت في 2010 تعاودت. اسمع هيا والله ما نغ... والله ما نغب منكم اخوكم تسمعون هذه نقول لكم انا احنا حلات لي بالعربيه. اي وين شكون ما يعرفش الاغنيه هذه؟ شكون ما سمعهاش؟ شكون ما شطحش عليها؟ شكون ما شو هذه الاغنيه عندها زهر؟ ماشي عندها زهر، لوديتور عنده زهر، باسكو هذه الاغنيه تغنت في الثمانينات، تعاودت في التسعينات، تعاودت في 2000، وتعاودت في 2010 و2015 من عند الشيخ كي سموه نعم نو ماشي الشيخ نعم. العجل سوا شيخ العجل، فوالا شيخ العجل اللي نوجه له تحياتنا من هنا اللي عاود حياها كاع من دارو جديد. تيبو كي تسمع هذه الاغنيه كيفاش ما كثرتش عليه؟ والله لا لحمه كتشوف. والجيتار انت وين انت علاش ما عندك؟ ما درتش لا جيتار كيما دار عبد الوهاب؟ راني لاعب ديجا اللي قبل لا جيتار. بعد فهاد الصون هذا لعبت، راني لاعب به وي. مع من لعبت هذا اللي لعبت مع الشاب جليل؟ واش مع الشاب جليل؟ واش من تيتر لو تيت جيت فايت باساجي دي واش من عام؟ واش من عام لعبتوها؟ 2017 صافي. ريسون لعبتها مع هادي ما اسمع بارابور هذاك مدار لي ديبي تاعو باش بيك لاطين جليل بدا يبان وي ديجا. هادي لا شونسون هي اللي عطات هاد شويه وي. ولعبت بها جيتار؟ وشكون جيتار؟ وشكون انت لعبت لها جيتار ولا شكون؟ انا لعبت لها جيتار بصح بالكلافي. اه اوكي لو سون بصح لو سون هذا تاع بلعباس، هذا تاع بلعباس فوالا. هذاك لو سون هذاك اللي ما لي ماناش نتلاقاو به، هذاك تاع بلعباس ماناش نتلاقاو به كيما تاع لي زونسيان. لا لا وياك شكون الموسيقى تبدلت بصح؟ لا لا بصح نورمالمون نقعدو توي من زعما كيما وهرن بالوهرن خلاو الكورديون دروك ياك نورمالمون. هذه الاغنيه نورمالمون تيتو هذيك جيت جيت فايت باساجي يقولوا ياك. جيت فايت باساجي وي باساجي. ايه هذا سي الشاب جليل اللي نحيوه بمناسبه، وكان انتاج فات معنا هنا وحكى عليك على كل حاجه. شاب جليل حكى عليك غير الخير. شاب جليل اللي خويا وحبيبي جليل اللي ثاني هو ودي مومو شابين
هو اللي يسكن تما جيران جوارين كوم هما ماسكرسي جوارين تاع بلعباس كان اينورمون كار بيناتنا كاع تما شغل تقريبا نقولوا حومه ياك حنا ساعات تقريبا الحومه كما حنا نقولوا الجي تي بازا تما شغل يجي يروح نورمال في نهار و 30 مينيت وكي لعبت كان لعب معك ديجا دي تيتر قبل ولا لعب جا لعب معك ديك تيتر هذا لا كان ديجا عنده كان لاعب تيتر هو مش كان واد اللي عنده مشي زعما باينين كان تما في كان تما زاد جا قعد عندي في بلعباس تعشرنا انا وياه داكور تما شغل كانت عشره بيناتكم اللي كنا اصدقاء ديجا ثاني كنا اصدقاء ما هو هو هاي لا كره جسمانه هو انسان متواضع انسان متواضع ماشي كيما تصوره الناس اما كيكون يغني ويقول لك بالك ما ظاهر خداع ظاهر هي هذيك هي اللي اثر عليكم هذيك شويه لا في الدوم تاعكم اثر بزاف هذه عاشرك عاد باش يعرفك انت كي داير صارت لك ديجا بساعه كذا صار يا صار يا صار يا اخر حاجه صارت لك قداش شغل ما تقبلتهاش وقعدت حبيت تفهم شحال شحال من واحد هكا نتلاقى به هكا في الطريق وكاي كي نبغي هكا يتصور معايا ولا حاجه يقول لي تيبو ما كنتش نتوقع فيه كيما هكا تما لي فيديو تبان يقول لي زعما شغل بالك نهضر معايا عكسني هكا فوالا فوالا وهذه الناس اللي حبينا احنا سبوسا نجيبوا الارتيست هنايا باش ماذا بينا ما نحكوش بزاف على الغنى ماذا بينا نحكوا له شغل هو شخصيا كيفاه داير باش نقدروا نقربوا له نقربوا للجمهور تاعو باش فهمتني شغل يعني ماذا بينا شغل نقولوا دينا هذا انا ماشي كيما راك تصورني يا صاحبي بعيد من بعيد دي فوق بعيد كيما قلت انت مظاهر خداعه وما ما ماشي بهذيك نحكم على البنادم صدير عاشرني من بعد قول لي صح انت بارب ولا ماشي بارب كيما نقولوا احنا هنا في الجي نقولوا له قول له انت بارب ولا ماشي بارب بون حنايا شفنا باللي درت لعبت وزدت غنيت الخضره لعبت وغنيت وي هذه حكايه شغل جاتني شغل ماشي جاتنيش بيزار باسكو الغنيه جات انا ماشي كيراك معايا ولا جاتني عديتها مليح عجبني شغل الاداء تاعك عجبني شغل كيفاش راك شغل شربت الغنيه اسكو رحت من جهه شفت لي كي شفت لي زارتي غنو قلت انا ثاني غني ولا لا لو تكست عجبك ولا صرات لك ليستوار لو تكست سوشاني ولا صرات لك ليستوار ما نسوش علاء بارولي علاء بارولي بارولي خونا اللي نحييوه بالمناسبه اللي نورمالمون كان عيط له البارح نورمالمون باسكو هو كان هو يكون عندي الاربعه والبارح ما باش عيط له صافي ما باش شكاين ما ريبونداليش مي بالك يكون بالك الاسبوع القادم يكون الناس اللي ثاني جاي سبيسيال قال لي جاي نقول لهم باللي انا كي نكتب هذوك الكلمات انا ما ندير والو انا يا الارتيست هو اللي شرط عليا هذا الغناء انا صادير سي بوسا جاي يبرأ روحه من واش صرا قال لك انا سي بو انا مانيش قاش دابري واش حكى لي هو عنده باك بلس 7 وانسان قاري قاري مربي فوالا يستاهل كل الخير ثاني وهذيك اللي انا حبينا شغل لا هذيك حبي هو يجي باش يدير يقول لك يا ودي انا ثاني مانيش ماشي داير هكا انتوما برك الناس برك دير الحكايات هذوما وحكيت له على الجانب الثاني تاع الغناء هذاك تاع لو كان اللي دار بزاف لي شغل شويه فيها كلام شغل تاع كلام شغل ماشي رديء بزاف هكذا يعني زارتيس يفرضوا عليه داك الشيء بعد قال لك لا قال لك هما يفرضوا علينا الصوالح هذوما كاملين قال لي نورمالمون قال لي نجي باش نشوف انت صارت لك هذه تاع يجي يقول لك لا نحب هذه الاغنيه نغنيها انا وابصر لك الاغنيه الثانية تكون تحس بها باش تقد تحطها بها تاديها بها لا لا نحكوا على الناس اللي تجي يعني تجي تجيب لك اغنيه شغل شويه تاع السوق هكا تاع شويه يقول لك نلعبها الجمله وليت ما سورتو زعما الشونسون ما تكونش هكا تعجبني نعمرها لك نعمرها شنو فوالا دي كانت مسؤول مع نوصل مع الارتيست بها رانا نحوسوا ثاني نحوسوا نقوا في الراي نحوسوا نقوا الحيه تسمى كنت لكم عاولين راكم عاولين سؤال واحد علاش ما تفهموش هما كاع زعما لي ستوديو قال انا يا خو اللي عنده حاجه عيانه ما نسجلها لكش انا ما تقدرش تدير زعما تا واري سلماني جمعت الرابع لي كاستور باسكو على بالي بلي تمشي بالحبه جمعت بوسيف جمعت كذا قال يا خويا قال لي جيب لي نقرا التكست وما دخلت تغني ماشي دراهم برك باسكو لي ماش الارتيست تجي دايرير شكون لعب ميم لي ستوديو لا غالب عليهم ثاني يديروا كي جهه ثاني شونتور اللي اوبليجي هو ثاني راك فاهم الخدام على روحه راه
بصح ان شاء الله على هلا راك تسوق تسوق احنا مادابينا بيان سور سمحونا احنا نسينا باش نقول لكم باللي بيتشو لو ماناجير اللي دائما يديرنا لي كونتاكت راه معضر معنا بيتشو اسمح لي بزاف باسكو برونشينا اسمح لنا برونشيت القيطاره هو برونش القيطاره باقي انا كنسمع على القيطاره تاع عبد العزيز متودر صافي كنسمع على القيطاره متودر والله لا نتودر صافي بليزير ولا نكملوا في الموضوع تما انت واش تحبي تقول باللي يلزم يخدم على روحه يلزم ومام طون تاني الرأي تاني نتنقوه على هذه ومام طون خدمة ومام طون أفي صح بصح الناس أنا شفت اللي بغوز أنت وعنا يدوكم خدمتكم يدو خدمتكم يلعبوا عليها بصح يلعبوا في حاجة واحدة أخرى وتخرج خير من تاعنا شفت ينحو الكلام ينحو نعطيك اكزومبل بالك ينحي الكلام يخلي غير الميلودي فوالا فوالا اي فوالا مي لا ما يغنيش ما يعاودش الكلام ماناش نهضروا على الكلام انا نهضروا على الميلودي باسكو الكلام قلت لك انا يديو ينحو الكلام هذاك الناقص ويعاودوه يعاودوه في طريقتهم ينحو يدوا كالكو مو ولا كالكو شويه كلمات منها ويروحوا يعاودوا الاغنيه بصح ينحوا الكلمات الرديئه هذه كلمه العيان ينحيوها ويموطيو كلامهم هكذا ويقول لك الاغنيه تاعي ديجا اصلا. واه هذه راها صاريه بزاف هذه ديجا راها صاريه هذه. نعطيك اخر اكزومبل الاخراني كاع تاع كادر تيريكو انا نجري الدوله تجري. نجري الدوله تجري عاودها له زهير بهاوي. عاودوها زهير بهاوي. زهير بهاوي هو يقول انا نجري الدوله تجري. زهير بهاوي يقول له انا نجري والدنيا تجري. حسروا على في موطو ارواح يا كادر تيريكو ويوحي بي وانا وصاحبنا كادر واي بيان سير انا وصاحبنا شوف بورتو هذه فيها الحلاوة عندي بارو حلوين واي نوجو تحيات نوجو تحياتنا لكادر تيريكو صاحبنا اللي عطانا هذه الاغنيه الاغنيه ثاني ماشي احنا ما نش نقولوا اغنيه احنا نجيب لي ربي احنا دي فوا تبان لي احنا الجزائريين نحشوا نفسهم اغريسيف نحبوا ديك ياك فيها شي احنا ديك تاع شحال نجري شوف بورتون الاخرى ليش ميوزيكالمون ريش على هذه نلعبوا نهضروا الواقع موسيقيا الاخرى هذه ريش لا لا تيبو كنايا تاع بزهباوي لاعبين شغل ارونجمون كذا هذه راهي هذه سان فور لايف نورمالمون هذه قلشوها هذه ان فور لايف فور لايف فوالا تما شفت هما قاعدوا يطولوا معها حنا شغل حنا نجيو شغل غاصبين نجيو مقلقين دورجين نجيو مقلقين شغل نحبوا شغل تيرمو مقلقين الدوله تجري انا نجري ادواتي حزامي ياك اغريسيف ايه شغل بانت لي هكذاك ياك وشفت بلي وتاع كادر تيريكو حلو على الاخرى باش نتفاهموا بيان سير بيان سير كادر تيريكو حلو باسكو سي لوريجينال باسكو سي لوريجينال ولا لا لوريجينال تسمى لوريجينال دائما تجي هي اللي تجي تجي بلاصتها باسكو هي تاعي هي لوريجينال حاجه اوريجينال توجور انا هذيك حبيت نقول بلي كي يكون كاش اغنيه كاش نشموا فيها ريحه نريحوا معاها في الاستوديو نطولوا معاها معليش سيمانه زوج ارونجي نعاود نولي نعاود ومن بعد معليش طول لا طول عليا بصح كيما نقولوا واحد ما احنا في الغرب احنا في الغرب شو قلت احنا في الغرب احنا في الغرب اسمع لي صافي بليزير يقولوا وي باسكو انا من الغرب دي ريجينك فاهم نقولوا بطاو جيب العامر طاو صحيت طاو جيب الكامل جيب الكامل جيب العامر جيب الكامل جيب لي حاجه كومبلي ارواح نهضروا صحيت هذا شوف لا ديفيرونس بيناتنا وبيناتهم علاه اليوم هما راهم معنا في الشرع على جال الراي يقول لك الراي تاعنا كان يقولوا الراي تاعنا على بالك بها هذه يقولوا الراي تاعنا وراحوا نتاعهم هضروا في اليونسكو عليها وقال لك لا احنا نسالوا الراي تاعنا وكاع وبورتو ما عندهم لا شاب خالد لا حسني لا ولمسية ما عندهمش هذوما كاع عندهم حتى تيم واحد ولا هذا هضر على بلم ومسعود بلم ولا هضركم على بوطيبه صغير غادي نعوروكم تما خطونا جوارينا نقعدوا حنا خوا نقعدوا خوا ما نخربوش هذه هي انا ما عنديش نهضروا لا احنا خطينا للشعب المغربي باش نهضروا باش نفسروا الهضره احنا نهضروا فنيا باسكو هذا سي التراث تاعنا وندافعوا على التراث تاعنا من حقنا ندافعوا على التراث تاعنا باسكو ماشي حاجه اللي نسمحوا فيها التراث سي الاعلام سي الجزائر سي ثقافتنا هذه هي اللي خلينا نهضروا على احنا نهضروا امور فنيه فوالا فوالا خاطي سياسي خاطي سياسي فوالا امور فنيه ماشي خاطي فوالا هذه هي اللي نهضروا احنا نقصين
انا باش نفصلوا بيناتنا فهمني. انا باش كيما كنا نقولوا تقدروا ديروا انت تقدر تارونجي وتارونجي مليح بيان سور بيان سور كون ديروا دي تيز كيما هادو تبطوا هكايا كيما لعبت تاعك باغ اكزومبل وي وي ولا تاعك معليش مطافيات راني خادم راني خادم قعدت فيها شحال قعدت فيها تاعك شحال قعدت فيها قعدت فيها بالك دو موا ولا تبان كل يوم تبان حاجه كل يوم تبان حاجه ولا حاجه ولا فوالا هذيك اللي نحب زعما اغنيه سنتيمون نحطها ولا حاجه ثقيله حاجه ثقيله ولا ندير كيفاش نقولوا احتياط تاوي قال لي يا خويا نلعب هادي نلعب هادي صحيح نعاود نروح للدار نرقد نعاود نوض نزيد نشوف فوالا لا رونجي كاع يجي كيما نهار ما عندك فيها لي خويا فوالا لا رونجي كاع سيرتو كي تكون صوالحك وكاع ما تكونش لابريس تخدم اليز فوالا هذه هي اللي كنا حابين نوصلها للغاشي ونوصلها للوديتور اللي يقولوا له ما تقلقش حنا ثاني راح نجيب لكم حاجه شابه دوري نافون غادي تكون حاجه جديده تحياتنا ثاني المهدي ليلجي هو اللي سلماني هذوك صحابنا كاع سورتو احمد رافال وهذوك تعاوننا عليها وكاع طلع شويه كنت طلعت لك حاطيني بتخمين شكون فينا اللي فوتيف شكون فينا اللي نيجاتيف يا نكره بالسيف نقعد معاك نجيب ربح صحتي والديا ايوه هذه هي التيت تاع سمير سمير تيبولي خدمها روحو معرفه في روحو جات وبطاوط تجيب العامر تجيب العامر هيا شوف لونو تاعك اللي خرج به سمير تيبو سمير 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 اسمك سمير اسمي سمير الناس ما تعرفش بلي اسمك سمير الناس تعرف بلي اسمك بلي اللي تيبو بالعباس تيبو اسم الفني وي مسح ما على بالهمش باللي اسمك سمير هذا خرج به تما باش كي تغني تخرج بسمير وكي تلعب تيبو ياك هكا والتيتر هذا شحال كيما قلنا شحال شكون كتب لك علاء بارولي ولي كتب لي علاء ايوه وي والارونجمون تاعي الارونجمون انا خدم معايا مهدي ليلجي مهدي ليلجي عند سلماني لعبتو ولا لعبتو؟ عند هواري نوجهو له تحيه لهواري السلماني اللي راه قايم على اللي راه هو الشيخ باسكو هو قديم ديجا اللي تبعيتي كنت هو اللي راني شفت لو سول وقيله اللي غلاوي بروف هو اللي لو سول في لي زونسيان اللي قاعد هواري اللي قاعد يدور في لي ستوديو اخرين كاع جدد كاع شنو نقولوا جدد بارابور الهواري بارابور الهواري جدد اي عدنا لكم مستمعينا الكرام توجور مع تيبو وبيتو اللي جاونا من اورون سبيسيال يا بالعباس مي عندكم حاجه في اورون ديروها كاين ان شاء الله لا مشاكل غادي ديروا في اورون عندنا بون سوبري شاب بزاف ايوا عندنا هو اللي هو استوديو جديد سموه نيوراي استوديو نيوراي اللي صابير الراي الجديد وراه فيها بوكو سوبريز عندنا في حاجه شابه بزاف باقي لها مان بعد 4 جور نحلوا ان شاء الله تحلوا دو ليفيرتير سجلوا لي غونيو اللي انا نشوفني تلو زعما كيش غادي نديروا تخدموا لي لايف ولا دايرين وستي راني داير لي داير بار بيست وي لارونجمون وتحت اللايف تما داير شغل دي بلاك داير فوالا ان و دو داير استوديو بور لي لايف واحد بور لارونجمون سي اوتر شوز واسم لو ماتيريال سي جي ديفيرون تاعهم ولا بيان سور جي ديفيرون وي تاع اللايف وحده ماتيريال تاع لارونجمون وحده واللايف يغني اللايف يغني لكم في لاكابين ولا يغني قدامك كيما ديروا في لي داير لاكابين زعما حنا شفناكم كيديروا الكليب يغني برا اسكو يغني برا هو برا يغني ولا ولا يغني لداخل و على حساب الشونتير هي في اللايف ما تسحقش لاكابين ما تسحقش لاكابين هو كي تبغي تارونجي اوبليجي الارونجمون سي اوتر شوز اوتر شوز خلينا حنا نحكوا على اللايف ولا البرو لايف اي لعب يغني لك يقدر يغني قدامك برا ومن بعد انت تلعب يقدر ثاني يغني في لاكابين يقدر يغني في لاكابين مي يجي برا يكتب لي يجي برا يجي عندها شان خير من لاكابين لا برا وي باسكو يكون عنده اسبري راه قدام الغاشي وكاع حاجه تاع اللايف ولا رونجمون سي حاجه واحده اخرى رونجمون سي قال لي لاكابين راكو دايرين لاكابين دايرين لا طاب ديفيرونس على الاخرى ثاني لا طاب ايزولاسيون راني داير ثاني ايزولاسيون راني
نتاع الميكساج تجيك مبان ديفيرونس على الاخرى لا بيان سي باسكو الاخرى تستحق لي بيس بزاف على تستحق طابل كبير فوالا صافي دير الاخر يزيد يحط جيتار يحط دير بوكا يحط بيونون يحط بيس بزاف تما يكون اوبليجي عليك تما اوبليجي باش اوبليجي عليك والفوق تما الفوق كي يطلع الفوق الواحد راه بالله يبطى يبطى حيطول تاع التحت تاع تكبن عن كيما يقولوا سا ديبون تقعد تحت وما تطولش تقدر كيفاش تقدر تخدم في اللايف تاعك وما تقدرش تطول علاش تطول كيما نقولوا على حسب الكاباسيتي تاع الشونتير فوالا تما هنا نجيبو على الشونتير واش يدير ماشي الشونتير كيفاش يدير ولا كاين ما يعرفش يدي كاين ينقلب كاين مي هي مي هي هي زعما نقولوا كما تقولوا انتم قانونيا تلعب تلعب ما تشدش لايف ما يشدش نورمالمون هي هي لايف هو ما يشدش مين دابري الارتيست واش الارتيست كيفاش داير صحيح وراسو عقلو ياك كيما يشرب الغنيه ما شربهاش يحفظها كان يدي يحفظها في غرض دو جور يعاودوا لي كل واحد وكيف كاين اللي تطول زعما تطولها تطولها قدام تطولها مسجلها هكا يقول هكا ديال الدار حفظها وعاود رجع كاين بزاف كاين بزاف من هذوك ثقيل شويه وكاين اللي لا كاين اللي تقول لا كاين ماشي زعما اللي ثقيل كاين اللي يبغي يسمع الاغنيه بها يحس بها باش يأديها طيب فهمت واه. يبغي يديها يسمعها في الطوموبيل تاعها يسمعها في الدار تاعها يسمع باش كي يجي عاود كي يجي يحطها في الاستوديو هي مليحت لك ليك ثاني ومليحت له ليك لا بيان سور يساعدك انت كي كنت تلعب يساعدك يجي حافظ يجي حافظ يحط لك ديالك يحط قناعك شنو القناع بعدك ولي بارولي لي بارولي تعاملوا معاهم كاع ولا عندكم كالكوزان اللي خاطش شفنا بلي الاستوديو دائما عندهم واحد زوج يلعبوا معاهم بزاف ما كاين اللي يجي واحد اخرين كيما نقولوا لي بارولي لي بارولي كاع نخدم معاهم كاع بصح شفناك بزاف تخدم مع علاء بارولي علاء وي عباسي لا لا خاطر ولد حومه زعما ولد حومه كاع لا شغل يفهمني في لي سيجي علاء سيجي اللي نكون باغيه انا سما يحطه هو ما لي هو تحياتي لعلاء بارولي ما قلنا هكذا كيما قلنا حياتنا ثاني ليحيى بارولي ثاني صاحبنا يحيى بارولي ثاني بعباسي لا وهرن 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 لي بارولي واري حمادي تحيه واري حمادي كيري مليون بين خويا كاع لي بارولي اللي تاع علي باباجي تاعنا ثاني تحيه سيد علي سيد علي سيد علي تنسى سيد علي كاع ما درناش شغل كاع ما درناش كاع شغل سيد علي ثاني سيد علي خونا تحياتنا ليه نوجدوا تحيه منا يا اللي ثاني هو ثاني راه يساعدني شويه دروك لي بارولي كاع راهم ملاح راه ملاح انا نهاري ما فهمتهاش 2019 من الكوفيد لهنا الفان 2019 الدخله هذه تاع 2021 نشوف الراي بلي تحسن لا لا بيان اسكو كي الارتيست حبس الليل فطن في النهار بلي كاين الناس تروح تقرا الناس تقدم ياك بانت لي هكاك انا شغل صح باش يقولوا الارتيست شغل عاش هذيك الحكايه باسكو دي فوا الارتيست نحس نعاونوا حنايا نوض على 6 العشيه بعد ما يتلاقاش يتلاقى غير مع صاحب الموسيقى تبان له هذيك هي هو كامل تبان له هذيك ينوض الدنيا تنوض بها 6 العشيه كامل ومن بعد يدخل يخدم من بعد يخرج هكا ترجي ماتين حسن نعاونوا يدخل يرقد بعد يعاود يكملها ل 6 العشيه يعاود ينوض ياك من بعد خطره الكوفيد حتى ما عليه باش يقعد في الحومه يحكي مع الجوارين سوتو كي داروا اونتر ولايه ولايه ما كاش ديبلاسمون تسمى تحتمت عليك تقعد عند باب الدار اوبليجي فهمت ما شغل جيب لي ربي الكوفيد دار شويه حاجه مليحه فينا زيد تلها الموسيقى تلهالها ثاني تلهالها تدخل لك دار راني قاعد في استوديو عاد الفيد انا تاعي نروح ندخل استوديو نلقى ما ندير نقعد نارونجي في صوالحي تخدم صوالحك في خاطرك اه في الكوفيد هذايا شفتوا اللي صار داروا كانوا يعاونوا في الغاشي وكانوا يديروا في الملمه وكاع بارتيسيبيت في هذه الحكايات بيان سير شغل بان بلي الارتيست بلي شغل حنين شغول ياك ولا لا 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 بلي با لي زارتيست كاع حنان لي زارتيست كاع حنان احنا كاع مساكين احكي لنا كيفاش دوزتوها كيفاش دوزتوها مع هذاك الكوبروف والخدمه ما كاش عمر ما كانش يدخل عمر سمير كرام عمر هما الدراهم اللي يقول يسموا ليزارتي تسمو دراهم عمر ما فيش اسم يوم عمر الجينين صحاب لا راديو صحاب لا راديو ليزارتي تسمو دراهم عمر صحاب لا راديو ما تكون صحاب لا راديو فهمونا باللي انا نقولوا عمر نقصوا بزاف عمر نقصوا بزاف الجينين الجينين اثروا عليكم اثر عليكم اثر عليكم هذاك بيان سير بزاف بزاف والحمد لله الحمد لله هذه الحاجه الحمد لله حاجه تاع ربي مرحبا بها تما قبلتوا بها الحمد لله حاجه تاع ربي قلنا كلمه اخيره يكون تيبو قلنا كلمه اخيره باسكو فوت لينا ماشي بالعاني كاع شكرا لكم على حسن ضيافتكم على راديو جو ميرسي بوكو
الناس شفت واحد الكومنتير دقيقه شفت واحد الكومنتير قلت لهم روحوا للراديو جو جيت راديو جو هاد الكومنتير درتو واحد لاباج هكا كنت نقرا هكذا قلت لهم انا غادي نروح للراديو جو هذه عندها ايناني هذه صافي ايناني من صرات سبحان الله سبحان الله اه ورغم انا عام ابري بصح تيبو عباك يطول شويه بصح يطول ويجيب العام ربي يخليك كملنا تيبو وجه تحياتك اللي من تحبوا تحياتي كاع لحبابي كاع خوتي صحابي مامير وهاب ما كاينش ما فهم سمير ما كاينش ما كاين ما فهم ايوا كاين ما فهم تحيه لكم كاع حبابي لي فان تاعنا كاع ونعهدوكم باللي راه كاين جديد السلام عليكم وخويا بيتشو المانجر اللي كان قائم في اللي ربط كما نقولوا احنا برا نقولوا ربط بيناتنا وبين سمير باسكو سمير ما يرفدش بزاف مع التليفون وكذا شايف طيحنا اختي انا هذه تحياتي لعائلة تاعي كاع الاخت الكبيره خاصه واخي الكبير ثاني وخويا في الغربه مراد ونشكر لكم نوجهكم التحيه بزاف بزاف اخينا علي دادو صاحبنا نقول لكم بون كوراج ان شاء الله الله يحفظكم